السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متألقين متميزين على الهواء مباشرة. معنا ضيفتنا الراقية والمتميزة والرائعة واللي مثلت عدة مسلسلات في ليبيا وخارج ليبيا، الفنانة الكبيرة أسماء بوسنينة. رحبوا بها. أهلا بك محمد، وأكيد أرحب بك، وعندي شرف باستضافتك الليلة لي، وشكرا لك. شكرا لك، ورحبوا بالفنانة الراقية والمتألقة أمل نوري. مرحبتين بك أستاذة. أهلا وسهلا بك، تحية للسادة المشاهدين. نبدأ على بركة الله في أولى الأسئلة لأختي أسماء. أسماء بوسنينة، كيف كانت بدايتك في التمثيل خارج ليبيا؟ أكيد هي في كل مكان سواء داخل ليبيا أو خارجها بتكون هي البدايات صعبة جدا، لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل وبفضل دعم أصدقائنا في الخارج وكلها الحمد لله لحتى الأمور تمام وتحسن الوضع وأحسن من قبل وتوى الحمد لله. قصدي أنا بدت فنانة بروفيشنال. نمشوا لي الأستاذة أمل نوري، رحبوا بك من جديد الأستاذة الكبيرة أمل نوري. أحكينا شوية على المسرح، أحكينا على التمثيل وكيف كانت بداياتك وكيف خشيت المجال هذا. خشيت المجال هذا من الباب. حلو. المجال هذا أكيد من دعمك يعني. والله يدعموني أصدقائي وزملائي الرائعين، صلاة عثمان المخرج المميز والمخرج المميز. نقص عليك بس معلش سامحين. نسيت سؤالك أنت أستاذة أسماء. السؤال اللي هو آخر مسرحية اللي أنت درتها كنت فيها بطولة، من كان المخرج بتاعها؟ نسيت ما هي المخرج، من كان المخرج بتاعها؟ كان المخرج بتاعها باسم ملأ. ما شاء الله ما شاء الله. من كان فيها بعد؟ من كان الممثل اللي فيها؟ كان أكثر من حد معنا، قصدي وممكن كانت لها فترة شوية بس نسيتني الأسماء شوية، لكن كان فيها أكثر من حد وتقدروا تطلعوا من اليوتيوب وتعرضوها. هي عندنا أكيد حنعرضها إن شاء الله على التلفزيون. كويس. بعض الأسماء يقولوا لي عليهم مش نسموهم بعدين. كويس بقى إن شاء الله. هنرجع للأستاذة أمل، سامحين على القصة. عادي ولا يهمك. شكرا لك. كملي لنا مشوارك، كيف بديتي وكيف قلتينا أصدقائك اللي دعموك؟ المخرج صلاح عثمان وجمال الطبيب وشاكر بوجراد وطبعا مجموعة من الفنانين ومن المخرجين، وكانت بدايتي في عمل فيلم دير دوا، كانت هي رأس المول يعني اسمها لعبد الرحمن حقيقة. مجموعة من الفنانين ومنها انطلقنا مجال الاقتصادية، موجة خير، صباح الخير، متابعات. هو العمل اللي يميزني متابعات لأن كان هو الانطلاقة الرسمية لي أنا كمذيعة مش كممثلة. كممثلة بديت من العمارة كدراما. شن كان دورك في العمارة؟ كان دوري اللي تحب رجب اللي هو علي الخمسي المسي عليه بالخير، بس نسيت طبعا اسمها. اسم شخصيتي لكن مش مشكلة. وبعدين انطلقت في مجموعة من الأعمال، وبعدين خشينا على الأعمال الكوميدية التكوي هذه السكتشات مع حاتم الكور والله يرحمه جمال وعيسى صلاح الأحمر، مجموعة ونخوة من الفنانين أباس باقندة لنحييهم كلهم في هذا الشهر الفضيل وهذه الحلقة، والناس عليهم بخير ونقولهم عيدكم مبارك ورمضانكم جميل بالراحة والطاعة إن شاء الله. آخر أعمالك السنة هذه اللي هو طرطيش عندك وخففيش الظلام وما مع زبيدة قاسم مع شباب العشوائيون، صح؟ ايه، ومعي الفنان من صلاح الاحمر، معك محمد بلعم. مش هذا صلاح الاحمر الكاتب؟ لا، محمد بلعم المخرج، صح؟ لا صلاح الاحمر لا مش كاتب، مش في خفافيش الكاتب. صلاح الاحمر في طرطيش. عدلها. لا في طرطيش عدلها، ما خدمتش فيها. ما خدمتيش فيها. معي استاذ فريعة عبد الحفيظ فريعة هو اللي كاتب خفافيش، وصلاح الاحمر كاتب طرطيش وكاتب بخيرها في غيرها اللي مثلنا ما صورناش هذا. وخفافيش وطرطيش كملت انا حلقات اللي انا مشاركه فيه مع واصف مع المخرج المصري العربي كريم المنشاوي، وخفافيش ما زلنا قاعدين نصوروا فيه، معنا الاستاذ عبد السلام زميت، معنا الفنان القدير اللي اول مره اني نخدم معاه طبعا هو مميز جدا عبد الحفيظ طيره، زبيده قاسم. يعني حاولنا نكون مثلا اسره لان انت تعرف شهر رمضان العائلات الليبيه لازم يتفرجوا على القنوات الليبيه حتى اذا كانوا برا في الخارج. صح حتى صح. قبل
مشاهدينا الكرام حنمشوا لفاصل ونرجع لكم بعد هذا الفاصل. شكرا لك. لو سمحتي تو مثلا انت محمد قال فنانه قدمت، انت شنو قدمتي؟ ترى اعطيني بس ايميل ولا حاجه لي كان نشوفها. انت شنو قدمتي؟ تقدري تكتبي اسماء بصنين في اليوتيوب ويطلعوا لك اعمالي كلها. بوين خير اعمالك؟ انت شاكه فيها بلاد امان؟ لا لا انا لا هنا الحق ممكن باش نشك فيها يعني. حسيت شك فيها يعني مثلا من بدري تقول ما فيش الا قناه واحده، ما فيش الا قناه واحده، معناها انت تتبعي القناه اللي بيا واحده، تن تقولي قناه واحده نتفرجوا عليها برا مش عارف ايه. هي نحترمها انا، لكن تو هي مثلا تقول انا فنانه ودرت اعمال ودرت مش عارف شنو. تو مثلا انا درت مع مجدي الكدواني ودرت مع حسن عبد الفتاح ودرت مع ميمي جمال ومع تو عندي باب البحر مع وفاء مكي ومع محمد. قصدي معلش اعمال معلش هو حبيت تقدر تطلع يعني نكمل الحلقه انا وامال. لا 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 هو ما تنفعش باش نطلع مش لهالدرجه. هي باش انا انا نحترمك انت مثلا خدمتي ما خدمتيش هذه حاجه خاصه لي انا نحترمك، لكن ما تطلعهاش مش طلعها ما تطلعهاش شو بتطلع. نعم كيف؟ اسمعني بروعه طلعت. حاضر نشوف الساعه كم. نعم استاذ شو قلت لي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحية لكل من يشاهد فينا في برنامجنا متألقين متميزين، نرجع لكم من جديد وطلة جديدة بفنانة جديدة وفنانين جديد. الأستاذة والكبيرة أمل نوري رحبوا بيك، ترحيب تاني ولينا الشرف اليوم قاعدين معاك في برنامجنا وفي سهرتنا لهذا اليوم. شنو تبي تقولي لنا؟ شنو تبي تقولي للمشاهدين؟ حبيب قلبي أنت تسلم، أنا اللي الشرف والله بارك يعني الله فيك واجدة في برنامج يقدموا فيه شباب زيك وهذا دعنا. أسماء بسنينة شنو تبي تقولي لنا في السهرية هذه في اللمة الحلوة مع الأستاذة الكبيرة أمل نوري؟ تحية لنا يعني قداش لنا كنا ندور عليها يعني برقم هذا ونوصلنا لها. شو انت بتوجه لها كلمة؟ أكيد فنانتكم ليبيا مستحيلة أنا باش ندور عليها، ما شاء الله هتكون متواجدة جنبك ومتواجدة معاك دائما، باش علاش انت بتتعب وتدور عليها وتدور على رقمها؟ واكيد يشرفني حتى انا اني كنت الليله ضيفه معاك وضيفه مع محمد قشوت، ويشرفني بما اني لكن عصبت منكم شويه. علاش؟ والله توترت الحق. شنو قصدي؟ توترت كاسلوبك كيف كان معاي ما نعرفش، لكن وترتيني بجديات. قصدي خير عشان درت لك. لا وترتيني الحق. باب نفسك انت ليبيه؟ ليبيا. بكيف مالا تقولي لمحمد فناتكم ليبيا تبحتوا عليها موجودة؟ معناها انت وين ساكنة؟ لا حتى انا ساكنة في ليبيا، انا بالسهل بجابني، انا كنت برا وجيت ونمشي ونجي وبالسهل من تواجد. رقم متواجد عند زملائي، بس هو قال تعبنا باش حصلنا رقمها، تعبنا باش لقيناها هيك زير حاجة هادي، كأنها حسيت انك متغربة. ماني محمد يعني لي الشرف اول مرة نعرفها والقناة هادي ممكن تاني مرة انا نجيها. شو تبي تقولي لنا؟ أكيد نشكرك ونشكر الفنانة أمل نوري ونشكر جميع كادر القناة ونشكر مشاهدينا الكرام اللي تابعوا فينا الليلة في السهرية الحلوة، ونقول إن شاء الله يا ربي يهني البلاد و... وإن شاء الله ربي يهدي العباد إن شاء الله. في اتصال جاي لكن ما باش يخش معانا بأن احنا ما باش ندخل اتصالات هلبة. في اتصال جاي قال إنك أنت كل أدوارك كومبارس، ادوارك يعني كومبارس في التمثيل، علاش ما خدتيش بطوله بروحك وانت فنانه؟ تعتبر نفسك فنانه؟ من هو هذا متصل؟ اتصال متصل معانا، نقدر نخش المتصل معانا لانه هو زميلك في التمثيل ومثل ما هو صح انا تو نأيد المتصل. باي معلش عفوا محمد، باي معلش شنو اعمل؟ حتى انا تو انا كيف ما انت قلتي لي ما شفتكش، حتى انا قبل هيك الحق ما حصليش اني شفتك، شباب بس حكوا لي عليك. والله؟ ايه قصدي ما تتابعيش في، مش قلت نتابع في قناة واحدة ليبية؟ لا قلت لك أنا بما أنها كانت قناة واحدة أنا ما نحبش نتابعها، نغير وكنت أنت نمشي نغير. لا كنت في ليبيا موجودة. أوكي عمري ما شفت ليبي ما يفتحش القناة بتاعنا. لا لا إلا أنا إلا أنا ما نفتحش القناة الليبية. حنمشوا لفاصل ونرجع لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. شكرا لك. خيركم خيركم عاد خيرك خير.
لا خلاص اتامل توترت. لا احنا ما قلناش معلش. لا معلش مش توترت. تو تقولي قناه واحده تقولي انا قاعده في نيبي ما شفتش. مش انا ما شفتيش. ما فيش كيف تشوف قناه عشان القناه دي بتتابعش فيها كل قناه واحده. معلش استاذ محمد خلاص باي معلش لو سمحتي انت اعطيني دو عامل اتامل وقت كل بتضربيني تفضلي يا عبد. لا حشاكي لا لا انت اعطيني بس دور واحد مثلا او عمل واحد فيكم. لا لا بنمشي انا خلاص والله وقت راح. لا حد مش عارف اعلامي الاعلام المفروض يكون حبيبتي انا عندي تصوير مخدرات استنوا فيه يا هاي بسرعة أنا عندي تصوير أعلامي تكون بلا واسع. لا يا ناري لا غرب مني غرب مني غرب مني من أساس ايه ده ليه ما عندي مش الغار معلش يا عبد انا رجتني مالي علاش مش في الغار. لا انا رجتني محمد قالت اني ما نتبعش في القنوات اللي بيها قناه واحده بعدين قالت لا انا ما نعرفش الا برامج مش عارف شنو هي. ايه قصدي القنوات اللي بيها اللي ما تبعش فيها. انا ليبيه وليا شرف اني نكون امك بتفرج على القنوات. لا ما حدش احنا عندنا يتفرج على القناه العيله كلها منحين القنوات الليبيه. ايه ورجع لكم مشاهدينا الكرام بعد امك وخالتك جت كل الناس العائلة كل الفاميلي. شو تقول لنا شو كنت تقول لك بالفاصل وشو كنت تحكي لنا؟ عادي محمد شو تبيني نحكي لك شو تبي تسأل انا نجاوبك انا تحت امرك. بارك الله فيك شكرا لك صحتي. اسنان وسنانه كلمة أخيرة تقولها لكل مشاهدينا الكرام كل من يشاهد فينا في ختام حلقتنا متألقين متميزين. أكيد هي وأخيرا جد الكلمة الأخيرة ونحب نقول لمشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة. غير خيرة هذا غير خيرة هذا خيرة محمد غلط محمد محمد محمد, محمد. محمد. صف النية صف النية صف النية انت في الكاميرا خفية كاميرا خفية صف النية شو انت بتقول لك شهر رمضان مبارك كاتب معك كاميرا خفية صف النية بالله قاعد بيعطينا كلمة سامحينا انت متوفي تعرف مش ناقصه ولا مش ناقصه سامحينا بالله عليك هذولا اجرك حبيبتي سامحيني قلت معك في الكلام باهي هاي خلاص سامحينا هيك سامحينا هيك هاي هي كانت معك كاميرا خفيه كلمه اخيره تقولها لكل مشاهدينا والله كرام. متوتره من الحوش معلش ورعشني نحسبك موت وزرتك مصيبه شو في ايديا جيب لهم مي عبد العزيز كيف كان المشهد كيف كان المشهد كيف كان المشهد احكي لنا شويه معلش وانت بارده عندك ولا بالحق لا الشغل هيا شكرا سامحينا طبعا خلينا نقول لك بس كلمة طبعا تحية الفنانة أمل نوري الفنانة الراقية والمتألقة طبعا صديقتي أسماء بسنانة ومذيعة اشتغلت معاي تحية ليك أسماء بسنانة كنت استفزازية اليوم على أمل نوري أمل نوري أستاذة كبيرة شو أنت بتقولي لنا وسامحينا بكيناك لبرنامج صوتية كاميرا خفية شو أنت بتقولي لنا؟ بنقول بنقتلكم والله يسامحوني بس متوترة لأن صديقتي انتقت برحمة الله أمس فنحسي أهلها كلهم ونقول برنامج جميل جدا وراقي وشكرا لكم طواني مرة تانية كان أحيانا مولا تندير في المقلة بواحدة صف النية وهذه طبعا باردة جدا والله بصدق يعني لا أنت عسل لكن بكيتوني معلش تون صف النية واحدة صف النية صف النية معك كاميرا خفية يوم عليك ويوم عليها صفي النية معك كاميرا خفية يوم عليك ويوم علي رمضانكم شكرا لك رمضان كريم سلامات